خلينا نعرف يا انس برضو، يعني انت كنت لاعب في الملعب وانت طول عمرك بتمرن على صاله، وبيبقى برضو الموضوع مزعج جدا الحقيقه، حتى انا شفته في الباسكت وشفته في اليد، بتفاجئ ان انت بتروح تلعب على ملاعب وفيهم ساعات بتبقى ملاعب يعني ضعيفه شويه في الامكانيات. بالظبط. ده كان سبب لك عائق يا انس؟ بتبقى فيها طبعا مشكله في الايام اللي بيبقى الهواء فيها صعب، واحنا كمان الكره خفيفه، خفيفه، فبتروح وتيجي، وكمان البرد كمان. بالظبط، البرد الجو كان صعب شويه اليومين اللي فاتوا دول، كان صعب. بيبقى فيها مشاكل كمان، وان احنا كمان عشان بنلعب الفريق في ارضه، فبنلعب اخر ماتش، واخر ماتش ده على حسب بقى الماتشات اللي قبلنا خلصت امتى، فبنحضر بقى مثلا بنلعب ماتش الساعه 9 او الساعه 10، فبيبقى الدنيا بردت والهواء. حصل في النهايات ان انتوا لعبتوا ماتش متاخر؟ احنا ماتشاتنا كلها الثلاث ماتشات اللي هو الشمس في الشمس والطيران في الطيران ودجله في دجله، الثلاث ماتشات في الاخر خالص. حتى الشمس لعبته في ملعب ولا لعبته في الصاله؟ لا، لعبنا في ملعب. ملعب برضه يعني ملعب. الشمس عنده صاله؟ لا، عشان احنا النادي الاهلي على طول بيلعب في الصاله، وعايزين يخرجوكوا بره الاجواء علشان يبقى صعب علينا، يصعبوا هاتهم في الملعب بقى عشان نكسبوا. الحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله ربنا كرمنا. ما حضرتك اتكلمت معاهم نفسيا؟ موضوع نفسي يعني اكيد. حتى انا يعني قبل المباريات دايما بتكلم معاهم في يعني نقاط الضعف والقوه اللي الفريق اللي هنلعب عليها، واهم حاجه ان الفريق اللي معاك ينفذ، دي حاجه مهمه جدا. مش بس يعني انت تقول تعليمات. بالظبط، مش شرط، مش كل التعليمات، مش كل لعبه بتنفذ كل التعليمات. فدي الميزه، لو عندك فريق بينفذ التعليمات كويس يعني الماتشات الصعبه بتبقى سهله. بس انت كابتن من نوع المدربين الهادين، يعني من نوع المدربين اللي بتعرف توصل المعلومه. انا ما اعرفش بقى انت مع اللعيبه بتبقى عصبي شكلك ايه، بس انت في العادي يمكن المدرب لما بيكون هادي واعصابه هاديه يعني شفنا حتى مستر اجوستي بوش في السله الفريق الاول، كابتن ميدو مصالح نفسي الكلام، المدرب لما بيكون هادي بيقدر يوصل للاعب يستوعب. اكيد. لما المدرب لما بيتنشن على الملعب بتتنقل اللعيبه. اكيد طبعا، اكيد، خاصه كمان يعني الاولاد، اغلب الاولاد انا يعني مرتهم هم كانوا في الميني فولي في ال 11 سنه فعلا، لغايه لما صعدوا ل 17 سنه، فهم يعني انا خلاص حفظتهم. حفظتهم يعني، حفظتهم وحفظت انفعالاتهم وحفظت كلها، هم كمان حفظوني في مواقف اللعب انا بتصرف ازاي معاهم، فبقى في يعني تقدر تقول كده انسجام بين المدرب وبين اللعيبه. دي اهم حاجه. دي مهمه جدا جدا. طب انا اصعب ماتش انت كلاعب عدى عليك، خلينا في النهايات، يمكن النهايات بتبقى اصعب. اصعب ماتش كان وادي دجله، علشان احنا كان يعني احنا عايزين نكسب وادي دجله عشان هي كانت يعتبر اصعب فرقه بعدنا. فكنا نازلين الماتش يعني زي النهائي. بالظبط، النهائي بدري فلازم نركز فيه، والحمد لله كسبناه 3-0 على طول. يعني فاكر السكور كان قد ايه يا انس؟ السكورات كان الشوط الاولاني مثلا 25-21، والثاني 25-14، والثالث 26-24. يعني في نديه قوي يعني. قصدي اقول ان الماتش كان في الملعب. كان ملعب جوه الملعب يعني، وكان كمان ملعب وادي دجله، وكان في حضور جماهيري طبعا من اعضاء النادي، فكان في زيطة جامده في الملعب يعني. قصدي اقول الاجواء انتوا مش ما شفتوهاش قبل كده. لو خاصه يعني المفروض الماتش بتاعنا كان الساعه 8، احنا تقريبا لعبنا تقريبا 9:30 او 10 حاجه كده يعني، فقعدنا كتير يعني تلجنا. بس البطل بقى بيقابل الكلام ده بيقرقشه زي ما بيقولوا. بالظبط، الحمد لله احنا مركزين في الماتش بتاعنا، ما همناش ايه هنلعب امتى ولا الهوا ولا اي حاجه، فالحمد لله يعني ربنا كرمنا في الاخر. طب قول لي انت مركز 4 صح؟ انت بقى اللي هو الجوكر، المركز ده الجوكر اللي يستقبل ويضرب وكل حاجه. يعني مين مسك الاعلى؟ حابب تبقى زي مين؟ انا بحب كابتن احمد سعيد. طبعا طياره ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب. اعلى بس سعيد بيحب يضرب المنطقه الخلفيه دايما، بتحب زيه؟ عشان عنده الفلاي، عنده فلاي ما شاء الله، بيطير كويس يعني، بتطير زي احمد سعيد. احمد سعيد بيجي من ورا، بيضرب من ورا كانه على الشبكه. لا يعني مش زي احمد سعيد طبعا، هو يا راجل بطل طاله. محدش يقدر. ان شاء الله تبقى زيه. ان شاء الله ان شاء الله. كمان انس كان من اللعيبه السنه اللي فاتت كانوا اساسي برضه في الملعب يعني، رغم ان هو المفروض السن الاصغر، بس هو بمستوى 2003، هو 2004 2004 هو لعب السنه اللي فاتت مع 2003 وكان مميز. كان لعب ماتشات اغلبها يعني تقريبا كلها يعني ما شاء الله عليك.